ارفع أكفك صادقا إلى الله تدعوه. أم سلمة أو أم سليم أقبلت على النبي يا رسول الله، أصابها هم وكرب تريد من النبي أن يدلها على طريق ودعاء يستجيب الله لها دعواتها، فقال قولي الله أكبر عشرة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، واحمد الله عشرة، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وسبحيه عشرة، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ثم ادعي ربك بما شئت، فيقول الله قد فعلت قد فعلت قد فعلت. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام لبني عبد المطلب، وقال ذلك في حديث عائشة، من قال الله الله ربي لا أشرك به شيئا، هذا من دعاء الكرب، إلا استجاب الله دعوته ودعاءه. والإكثار كذلك من الاستغفار، من أدمن الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بلاء عافية، ومن كل مرض شفاء. ولذلك استغفر الله إنه كان غفارا.